هقول لكم بسرعه بسرعه جدا كده اخبار عن الاهلي. يوسف بيعقد جلسه مع اللاعبين قبل مران الفريق، وده وضع طبيعي جدا، بيكلمهم عن اهميه المباراه واهميه انطلاقه الاهلي الافريقيه في اولى مبارياته الافريقيه غدا ان شاء الله. ومران قوي لحراس المرمى بقياده طارق سليمان لشريف اكرامي وعلي لطفي، والاهلي بيتدرب على ركلات الترجيح استعدادا يعني ممكن، لكن ان شاء الله الاهلي هيخلص الموضوع ان شاء الله باذن الله بكره. الغريب النهارده كمان بعثه جيما الاثيوبي لسه ما وصلتش، مش عارفين ايه الاسباب. الاهلي بيستفسر عن وصول او عدم وصول بعثه جيما الاثيوبي، لغايه دلوقتي ما وصلوش. عايزين برضو يا جماعه نتاكد من كريم احمد ايه الجديد في الموضوع ده، او من الكابتن سمير عدلي. مؤمن زكريا بيشارك في مران الغائبين وجلسه في الجيم للشناوي وفتحي، وصلاح محسن بيبدا الجري حول الملعب وبرنامج بدني مكثف لازارو وعلي معلول. دي كانت اهم اخبارنا.